سئل حكيم: كيف تعرف ود أخيك؟ فقال: يحمل همي ويسأل عني، يغفر زلتي ويذكرني بربي. فقيل له: وكيف تكافئه؟ فقال: أدعو له بظهر الغيب، رفاق الروح ما زلتم بوسط القلب أحبابا، وإن غبتم وإن غبنا فإن الحب ما غاب. هي التقوى تجمعنا، وحب الله قد طاب، رضا الرحمن غايتنا، وللفردوس طلابا. فما أجمل القلوب التي إن وصلتها شكرت، وإن قصرت عنها عذرت.